في الشوط الأول بمركب الأمير مولاي عبد الله بين فريق الفتح الرياضي الرباطي وملعب مالي، ونلتقي بكم للتحليل بين الشوطين إن شاء الله. سجلوا في النسخة الماضية للسنة الماضية. تشكيلة الفريقين، ننطلق بالفريق الملعب المالي. في حراسة المرمى عبد الله السماكي، بقية اللاعبين يوسف دومبيا، أيضا عبد الله وعزيز مايكا، تيرب، باقلة سناب وخريس عبد الفتاح، شفيق يوسف، بن شريفة محمد، خليقي أيوب، زيتوني مراد، تريكي طارق أو تريكي جمال، سليمان دنبالي، وأيضا دانيال منشري، روكي رشيد، يوسف الحسن. هذه إذن، فهل ستكون مباراة اليوم بوابة المرور للدور الموالي بالنسبة للفتح الرباطي؟ هل ستكون مباراة اليوم بوابة العبور لما هو قادم، لما هو أجمل؟ لكن العقبة صعبة، لكن ليست إذن ضربة البداية اعتماد على روكي، أيضا كرة الأمامية في اتجاه دانيال منشاري، هنا البحث عن التمرير، محمد هو ذو الجنسية، جنسية من دولة النيجر، تعود من جديد الكرة لصالح فريق الفتح الرباطي، يوسف تمريرة تريكي، تصويبة كان ممكن أن تكون مؤثرة لكن تصطدم بالدفاع وتعود منطقة أطوار هذه المباراة. فريق الفتح الرباطي مرة من خلال عقبة فريق بركة الغنم عموتة، هين أطوار هذا النزال وأيضا الصراع. يجب دخول بشكل جدي في مباراة اليوم، ندرى أن 15 دقيقة الأولى يعني دقائق لجص النبض، سنعاين أداء الناديين، ندري من هو الفريق الذي يهيئ بالشكل الجيد وبالصورة المناسبة. نعاين هنا روكي، لانطلق التصويبة وتمر أمام الحارس، محاولة كرة ملعوبة أمامية ما كانش تسلل داخل منطقة العملية، التحضير لكن مباشرة في يد الحارس عبد الله السمكي. يا عبد الله شاهدوا الكرة لعبت بشكل صحيح داخل منطقة العمليات، كان ممكن التحضير عوض التصويب والتسرع. تبقى محاولة بارزة إذا الفريق هو الملعب المالي، وملعب فريق الملعب المالي هو 26 مارس، ملعب 26 مارس السعة ديالو هي 50,000 متفرج. عين الفريق الاستاد المالي والملعب المالي فاز ب 15 مرة يعني بالدوري، 15 مرة هو بطل للدوري المالي، أول لقب ديالو بالدرع البطولة المالية في كان في سنة 1970. هنا كرة ملعوبة بشكل مناسب خطيرة لكن مرت من خلال تغطية دفاعية. فريق الفتح الرباطي يحاول بين الفينة والأخرى القيام ببعض المحاولات، شاهدوا معي كانت كرة ملعوبة بشكل مناسب، رأسية دانيال منشري لم تكن موفق. ثم نهاية كأس الكاف، كرة أمامية ملعوبة بعد اي كرة يمكن ان تقدم خطر على فريق الفتح الرياضي. الكرة من جديد حادية، تريكي الان كيقوم بتنفيذ الكرة داخل منطقة العملية لصالح فريق الفتح الرباطي، والحكم يقول هناك ضربة خطأ. شاهدوا معي الضغط، ضغط متواصل من جانب الحارس عبد الله السمكي، ونتابعون هذه الكرة يعني لحسن الحظ ان الخطأ اتى يعني عن طريق اللاعب شفيق يوسف اسم السابق من الجهة اليسرى. شفيق يوسف خط الامامي تريكي، وايضا دانيال منشري، وايضا الحسن يوسف، هنا خطيره داخل منطقه العمليات لعبت بشكل جيد لكن دائما يعني اخر لمسه مفقوده للفتح الرباطي. هنا كره ايضا من جديد داخل منطقه العمليات، بعد التصوير جول لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي، والمسجل بطبيعه الحال يوسف الحسن، اول هدف في هذه المباراه من جانب فريق الفتح الرباطي، ياتي على الاقل ليعطينا سيناريو جيد، ليعطينا انطلاقه اطوار مباراه بالشكل المطلوب، بشكل حماسي، بشكل يلهب كل المغاربه الذين يتابعون اطوار هذه المباراه، يعني سواء هنا بالمغرب او من خارج الوطن، هناك رصد ومتابعه دائما لاداء كل الفرق الوطنيه، ملعوبه من الخارق بشكل مناسب داخل منطقه العمليات، التحضير كان رائع، وايضا الازال والتصويبه بالرجل اليسرى يوسف الحسن، كوره كانت ملعوبه بالشكل الصحيح، شاهدوا كيف اتت وكيف اثمرت عن تسجيل اول اهداف هذا اللقاء. بعد مرور 26 دقيقه شاهدنا الاهم، شاهدنا الافضل، شاهدنا الاحسن، وهو هدف ياتي في هذه اللحظه، فهل سيكون هناك هدف قادم اخر من جانب الفتح الرباطي؟ مباشر هنا من
المركبة الرياضي الأمير مولاي عبد الله برباط اللي غادي يحتضن بعد لحظات المقابلة اللي غادي يخوضها فريق الفتح الرباطي أو الفتح الرياضي. هاد المقابلات التمهيدية لذلك فجاء في الوقت اللي فريمون المغرب محتاج لهاد المقابلات بدون شك. فكرة هشام بالنسبة للتشكيلة اللي اعتمدها السيد عموتة نورمالمون عموتة الان تنشوفو تيلعب داك اربعة هذه فرصة لفائدة فريق الفتح ولكن كرة بعيدة شيئا ما على المونشاري ما تمكنش من حصرها وتمشي عند الحارس متميزين في الكرة السنغالية مجموعة من اللاعبين المحترفين وهذه الإعادة المحاولة ديال اللاعب يوسف بالضبط كرة في العمق ولكن مشات عند الحارس الكونترولور يونتادو ما كانش في المحل ديال داك الشيء باش مشات له الكرة كما قلتي الأخ جمان فعلا لا يلعب الآن بطريقة جيدة منظم في هذه اللحظات يوسف غادي مرر بالفعل ثم غادي في اتجاه التريكي هذه محاولة روكي وقاب هذه فرصة تسديدة هدف من روعة بمكان طريقة جميلة باش سجل روكي هشام إذا هدف والطريقة ديال كيفاش تم التمويه وتسجيل الهدف إذا ما تحدثنا عليه فعلى صحيح الفتح باش يخلق ذاك اللعب ديالو في الأجنحة إذا نفذ التماس بسرعة سرجوا اللاعبين السنغاليين وهناك ركنية لأن الكرة لمست رجل ديال أحد المدافعين بعد تدخل اللاعب الكاميروني دانيال موشاري البطولة الوطنية فريق اللي يضيع الموسم الأول ولكن نتيجة صعبة لحد الآن فريق الفتح متقدم بواحد صفر هذه فرصة وهدف فرصة وهدف هدف كنقول مباغت هدف جميل يعني فريق الفتح نوم كما كيتقال المقابلة ما وصلش كثير للمرمى ولكن تلاحظوا تمريرة جميلة وضربة رأسية مركز اختار المكان ديالو سجل تبقى من جمال تريكي تظن يوسف يوسف هو اللي سجل وتقريبا التمريره عجيبه ومهمه ديال تريكي لان قولوا بالرجل اليسرى هذا المرمى ودايره جات سهيله والانتيسيباسيون ما نساوش بان ديال يوسف كانت في محلها اللي باغت الفرق وكان اختيار المكان فين غادي يسد